داخل هذه الشاليهات، كل الظروف مواتية لقضاء أوقات مريحة وسط الطبيعة مع مرافق جديدة بمواصفات عالمية، أصبحت اليوم تستقطب العديد من العائلات من كل أنحاء الوطن. فجأنا اليوم بلاكي الحار والنقاء والسوسطة. أنا أول شوف أول ما جيت هنا أنا راح نولي وقيلة كليون من لي كليون الكبار هنا في هذا الفندق في هذه القرية هذه. دخلنا هنا المنطقة هذه يعني ارتحنا جينا هنا ريحنا شوية، هنا واحد نص ساعة ديجا ريحنا ما شاء الله. استقبال هاي لا سيبسيون مليحة ولي شومبر ثاني هايلين. أنا جيت هذا الويكاند الحمام ريغا باسكو عم بالي بلي فيه ألعاب وعجبني الحال وفيه هو نقي. أهم الخدمات اللي عندنا لهنا عندنا البنغالو هات 98 بنغالو كي كومبوز على 4 تيب دو بنغالو. بون ا بارتير دو تيب اف 2 جوسكا تيب اف 5 تما شاك تيب دو بنغالو لو بري تاعو بيان سور ولا كاباسيتي تاعو اللي يرفدها البنغالو. متعة لا تكتمل إلا بزيارة الحمام المعدني الذي يوفر كل ظروف الراحة والاستجمام. حمام ريغا هذا أول اختار نجيو له، حمام نقي ما شاء الله، حمام معدني طبيعي. فتحنا الريستورون تاعنا جديد، ريستورون البصمة اللي فيه 40 شخص في الداخل و40 شخص في الخارج، بليس هذوك الأحواض للبط والدنيا، نحوسوا نوسعوا إن شاء الله. هناك فنادق جديدة من بينها الفندق مسعودي اللي راه بنسبة الإنجاز تاعو فاقت 85%، وعندنا دشنا في سنة 2022 فندقين من بنجمتين. ولاية عين الدفلة تزخر بمقومات طبيعية ومؤهلات سياحية كثيرة جعلت منها مقصدا للسياح.